قناه نادي الاهلي النهارده كابتن اسامه هي عندها السبق والبدايه في شرح تعديلات القانون 21-22 اللي اعتقد فيه كتير جدا جدا من عناصر اللعبه ما يعرفهاش، فاحنا هنستغل الفقره التحكيميه وهندي كل يوم كابتن شريف كابتن عادل جزء صغير من التعديل اللي طرق على القانون. دي برضك دي حاجه قناه الاهلي بتعملها خدمه مجانيه للكل، جماهير لاعبين حكام لسه ما خدوش التعديلات، كل منظومه الرياضه او كره القدم في مصر من خلال قناه النادي الاهلي. هنشرح التعديلات من خلال الحالات اللي موجوده كابتن اسامه معانا، نبتدي نشوف